السلام عليكم، معكم مهندس كمال عبدين، مدرس مساعد بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية. دي بس محاولة لشرح الجدول، سواء الجدول الفيس تو فيس أو جدول الأونلاين. أول حاجة لازم نبقى فاهمين الأول إن الدفعة متقسمة عندنا كام مجموعة. عندنا 12 مجموعة، يعني مثلا المجموعة الأولى، عندنا المجموعة التانية، وهكذا التالتة، لغاية ما هنوصل في الآخر لغاية المجموعة 12. طيب الدفعة، يبقى كل طالب لازم يكون عارف مجموعته، وبعد ما يكون عارف مجموعته هيبقى عارف سيكشنه. الدفعة هنا متقسمة كام سيكشن؟ هنا الدفعة متقسمة عندنا 60 سيكشن، تمام؟ طيب يبقى كل مجموعة من دولت، كل مجموعة فيها كام؟ 5 سكاشن. اول حاجة نيجي بقى للجدول. اول حاجة كل طالب هينزل 3 ايام في كل اسبوعين، بمعنى حضرتك الاسبوع الاولاني هيبقى مثلا في الكلية، يبقى الاسبوع التاني بالنسبة لك هيبقى اونلاين، وبالتالي حضرتك هتنزل 3 ايام كل اسبوعين. طيب الوضع هيمشي ازاي؟ هندي مثال. اول حاجة المجموعة الاولى، التانية، التالتة اللي هي قدامنا دولت، دولت الأسابيع الفردية، تمام، هتبقى بالنسبة لهم في الكلية فيس تو فيس، تمام. يعني إيه أسابيع فردية؟ إحنا الأسابيع الفردية عندنا في الكلية يعني الأسابيع بتتقسم أسبوع أولاني، أسبوع تاني، أسبوع تالت، أسبوع رابع، لغاية ما نوصل لأسبوع التلاتاشر أو الأربعتاشر على حسب الترم. فالأسبوع الفردي، تمام، المجموعة الأولى والتانية والتالتة هتبقى موجودة في ليه؟ في الكلية، بتاخد محاضراتها عادي جدا في الكلية، تمام؟ طيب يعني مثلا هندي مثال، المجموعة الأولى مثلا سيكشن رقم واحد، سيكشن رقم واحد ده عنده الفترة الأولى ونص الفترة التانية فيزياء، دكتورة سمية الحفناوي، في مدرج 23 ألف. نص الفترة التانية، تمام، هيبقى عندنا وصفية دكتور وليد عادل في نفس المدرج 23 ألف. طيب هنيجي على سيكشن واحد عنده ميكانيكا، تمام، مهندس احمد الحنفي في قاعة 13 11، اللي هو بلوك واحد الدور الثالث قاعة رقم 14. بعدها الفترة الرابعة فيها هيبقى في وصفية مهندسة هاجر في قاعة 13 13 13 13، بلوك واحد الدور الثالث قاعة رقم 13. طيب ندي مثال تاني، مثلا طالب مجموعة تانية، تمام، في الاسبوع الاولاني هيبقى عنده في الكليه، وليكن نقول اللي هو سيكشن 6، عنده يوم الاحد في الكليه، هينزل الكليه رياضه مهندس احمد في قاعه 13 15، عنده بعدها ميكانيكا مهندسه رنا 13 13 وهكذا، تمام. في الحاله دي الاسبوع اللي بعده اللي هو الاسبوع الزوجي، يبقى الاسبوع التاني جروب واحد، جروب اتنين، جروب تلاته هيبقى عندهم اونلاين في الأسابيع الزوجية اللي هي 2 4 6 وهكذا. يعني هندي مثال، المجموعة الأولى عندها يوم السبت رسم هندسي الساعة 10 صباحا اي ام مهندس عبد الله، عندهم بعدها فيزياء الساعة 2 بي ام 2 ظهرا، تمام، وعندهم كيمياء بعد كده الساعة كام؟ 6. هنيجي مثلا في الأسبوع الزوجي اللي هو رقم 2، المجموعة الثالثة عندها يوم الأحد عندها كيمياء الساعة 6 أستاذ دكتور محمد الحلواني، وعندنا بعد كده رياضيات دكتورة نيفين عبد الفتاح الساعة 7:30، وبعدها لغة إنجليزية الساعة 9 دكتورة إيناس. يبقى احنا كده بالنسبة لنا المجموعة الأولى والتانية والتالتة الأمور بالنسبة لها واضحة. طيب هنيجي بقى للمجموعة الرابعة والخامسة والستة. أول حاجة المجموعة الرابعة والخامسة والستة اللي هي من أول سيكشن 16 لغاية سيكشن 30. اول حاجة الاسبوع الفردي بالنسبة لهم، اسبوع الفردي اللي هو واحد تلاتة خمسة وهكذا، هيبقى بالنسبة لهم اونلاين. هنخش هنا على الاسبوع الفردي، جروب اربعة خمسة ستة، هندي مثال الجروب رقم اربعة، تمام، في الاسبوع الفردي اللي هو مثلا سي مثلا اول اسبوع او تالت اسبوع، هيبقى عنده يوم السبت رسم هندسي الساعة كام؟ 10 مهندس عبد الله، هيبقى مثلا عنده بعدها فيزياء الساعة 2، عنده كيمياء الساعة كام؟ 6. ده في الأسبوع الفردي وهكذا، ده الأسبوع اللي ده الأونلاين بتاعه، تمام.
طيب بالنسبة بقى للأسابيع الزوجية، بالنسبة لمجموعة أربعة خمسة ستة، دولت في الأسابيع الزوجية هيبقوا موجودين في الكلية بياخدوا محاضراتهم عادي. يعني الأسبوع التاني المجموعة التالتة عندها هنا فيزياء أستاذ الدكتور سمية الحفناوي في مدرج 23 ألف فترة ونص، عندها بعدها وصفية دكتور وليد عادل. ماشي. سيكشن 16 مثلا عنده ميكانيكا مهندس حنفي في 13 14، قاعة 13 14، وبعدها وصفية مهندسة هاجر في 13 13. هندي مثال تاني، المجموعة الستة سيكشن 26 في الأسبوع اللي هو الزوجي اللي هو 2 4 6 وهكذا، عندهم يوم السبت. يعني مثلا الأسبوع التاني عندهم يوم السبت الفترة الأولى رياضة مهندس أحمد قاعة 13 15، وبعدها وصفية مهندسة ياسمين في قاعة 13 13، وبعد كده زي ما احنا شايفين. تمام. طيب هنيجي بقى بعد كده للمجاميع التانية برضو هنشرحها. أول حاجة هنمسك المجموعة عندنا كده السبعة والتامنة والتاسعة اللي هي من سيكشن كام؟ 31 لغاية 45. أول حاجة الأسابيع الفردية اللي هي واحد تلاتة خمسة سبعة وهكذا. أول حاجة الأسابيع الفردية زي أول أسبوع مثلا أو تالت أسبوع هيبقوا موجودين في الكلية بياخدوا محاضراتهم فيس تو فيس في الأماكن المحاضرات عادي. هندي مثال، المجموعة السبعة عندها إيه؟ عندها يوم التلات الفترة الأولى رياضة دكتورة سهام مدكور في مدرج 23 ألف، عندها بعدها رياضة دكتورة منى سميح في مدرج 23، وهكذا. طيب هندي مثلا بالنسبة لسيكشن 31، يبقى في الأسبوع الفردي اللي هو الأسبوع الأولاني أو الأسبوع التالت عندهم الفترة التالتة كيمياء معمل، عندهم وصفية مهندس يوسف مثلا في قاعة 2220. تمام. طيب بالنسبة بقى للأسابيع الزوجية بالنسبة لهم، الأسابيع الزوجية بالنسبة لهم اللي هي الأسبوع التاني الأسبوع الرابع وهكذا هيبقى بالنسبة لهم أونلاين. المجموعة السبعة والتامنة والتاسعة هيبقى بالنسبة لهم الأسابيع الزوجية اللي هو مثلا زي الأسبوع التاني أو الأسبوع الرابع هياخدوا محاضراتهم أونلاين. هنيجي مثلا هنا يوم مثلا المجموعة السبعة مثلا، هنتكلم على المجموعة السبعة عندها يوم السبت الساعة 6 مساء لغة إنجليزية تمرين، عندهم بعد كده ميكانيكا الساعة 8 دكتور رضا عبده. طيب المجموعة مثلا التامنة، المجموعة التامنة يوم الحد مثلا عندها كيمياء الساعة 4 مساء، وعندها وصفية الساعة 7 دكتور أحمد حازم. يبقى احنا كده خلصنا شرح المجموعة السبعة والتامنة والتاسعة. تمام. طبعا زي ما احنا قلنا المجموعة السبعة دي مكونة من كام سيكشن؟ من 31 لغاية 35. بعد كده المجموعة التامنة من 36 لغاية 40. المجموعة بعد كده التاسعة من 41 لغاية 45. طيب هنيجي بقى للمجموعة آخر حاجة، المجموعة رقم 10 و11 و12. المجموعة رقم 10 طبعا مكونة من سيكشن من 46 لغاية 50، دي المجموعة رقم 11 من 51 لغاية 55، المجموعة الأخيرة اللي هي رقم 12 من 56 لغاية سيكشن 60. طيب نبدأ الأول، أول حاجة المجموعة العشرة والحداشر والاتناشر الأسابيع الفردية زي الأسبوع الأولاني أو التالت، الأول والتالت والخامس. هنتكلم مثلا الأسبوع الفردي التالت مثلا الأسبوع التالت في السنة، أول حاجة المجموعة رقم عشرة عندها لغة إنجليزية، عندها يوم السبت، يوم السبت تمام الساعة 6 مساء عندها لغة إنجليزية، عندها بعد كده ميكانيكا الساعة 8 مساء دكتور رضا عبده. طيب المجموعة مثلا 11 تمام يوم الأحد مثلا، يوم الأحد أهو يوم الأحد عندها كيمياء الساعة 4 ووصفية دكتور أحمد حازم الساعة 7 مساء. طيب هنيجي بقى للأسابيع الزوجية، زي مثلا هندي مثال الأسبوع التاني، الأسبوع التاني بالنسبة لهم هيبقوا موجودين فين؟ هنيجي مثلا للأسابيع بالنسبة لنا الأسابيع الزوجية، هنيجي مثلا بالنسبة للمجموعة العشرة والحداشر والاتناشر بالنسبة للأسابيع الزوجية تمام، اللي هو من سيكشن 46 لغاية الآخر سيكشن كام 60.
بالنسبة لأسابيع زوجية زي الأسبوع التاني مثلا، هنمسك المجموعة رقم مثلا، نقول المجموعة كام، رقم 10 اللي هي من سيكشن 46 لغاية سيكشن 50. عندهم يوم التلات في الأسابيع الزوجية زي الأسبوع التاني مثلا، عندهم الفترة الأولى رياضة دكتورة سهام مدكور في مدرج 23 ألف، عندهم بعد كده رياضة دكتورة منى سميح، عندهم بعد كده كيمياء دكتور أحمد الثروي. هنيجي مثلا لسيكشن مثلا 46، عندهم يوم التلات كيمياء معمل وبعدها وصفية مهندس يوسف. تمام، يبقى بالنسبة للأسابيع الزوجية هياخدوها في الكلية فيس تو فيس، سواء في المدرجات أو السكاشن. تمام، هندي مثال تاني أخير، يعني مثلا المجموعة رقم 12 في الأسابيع الزوجية اللي هي الأسبوع التاني مثلا على سبيل المثال، الأسبوع التاني هما ياخدوا في الكلية فيس تو فيس، عندهم فيزياء معمل. تمام، سيكشن 56 مثلا عنده فيزياء معمل، بعد كده مهندس محمود عنده رياضة في قاعة 13 13. تمام، بعد كده في عندنا فيزياء دكتور هاني فترة ونص، تالتة ونص الرابعة، وبعد كده في كيمياء أستاذ دكتور محمد الحلواني في مدرج 23 ألف. طيب في ملاحظة كده تحت في الجدول عشان في ناس ممكن ما تاخدش بالها منها. أول حاجة حجر النظري الفيزياء، تمام، في قاعة 13 11، بلوك واحد الدور الثالث قاعة 11 مكتوب عليها 13 11. أما حجرة نظر الكيمياء في قاعة 12 16 أو 12 14، بلوك واحد الدور الثاني قاعة 16، بلوك واحد الدور الثاني قاعة رقم 14. طيب مواعيد الفترات، يعني انت حضرتك عندك مثلا، انا بتكلم في جدول الكلية دلوقتي في جدول الفيس تو فيس، عندك هنا موجود مثلا فترة أولى، فترة تانية، فترة تالتة، فترة رابعة، فترة خامسة، وهكذا. التقسيمة تحت ايه؟ الفترة الأولى من 8:30 الصبح لغاية 10، بعد كده الفترة التانية من 10:10 لغاية 11:40، الفترة التالتة من 11:50 لغاية 1:15، بعد كده من 41 لغاية 3:10، الفترة الخامسة من 3:15 لخمسة إلا ربع. تمام؟ يا رب أكون وضحت الصورة على قد ما أقدر. شكرا.